عاملة براند اسمه ار اس رباب صلاح. كلها منتجات مصرية، أنا عاملة كله بيبقى عبارة عن كيمونو، عن سيتس، هو متنوع فيه حاجات كتير، وكنت عاملة برضو سكارفس وعملت إشارفات، لا كان فيه كذا حاجة يعني، لأن أنا بادئة يعني مش من مدة كبيرة، بس لا عملت حاجات متنوعة يعني في خلال الفترة اللي فاتت، يعني عملت قصير، عملت طويل، عملت حاجات متنوعة يعني، ما مش عايزة أصنف نفسي في حاجة واحدة، يعني مش مصنفة نفسي في حاجة واحدة. هو نسائي و يعني بناتي برضو في، لا 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 مش عاملين رجالي دلوقتي، بس يعني ممكن نقول في حاجات برضو ممكن تناسب البنانات الصغيرين، بس مش الاطفال يعني، هي بنانات صغيرين يعني، حاجات انا بنوع، بس انا عايزه كله يلبس، عايزه كل الاعمار مثلا تلبس بشكل حلو، تلبس حاجات كاجوال حلوه يعني، مش ما تبقاش متصنفه في فئه واحده يعني، اقول مثلا من 20 سنه ممكن يعني، انا حابه ان انا البس كل البنانيت بتوع الجامعه وكده، حابه ان انا ان هم يلبسوا لبس كاجوال حلو، حتى لو عجبهم يعني، ساعات مثلا البنانيت الصغيرين بيبقى عايزين مثلا يلبسوا حاجات بس يلاقوها لسن اكبر يعني، وكمان بحاول اعمل كمان للاوفر سايز، عشان برضو ساعات بتسيل كتير على المقاسات الكبيره، تيفوهات يعني، ممكن الاقي مثلا ان الحاجه تبقى قصيره قوي، كروب مثلا، ممكن اللي عايزه تلبس طويل شويه ما تعرفش تلبسها، ممكن الاقي الحاجات طويله قوي، ممكن اللي عايزه تلبس قصير شويه ما تعرفش تلبسها، لا ببقى بحاول انوع الحاجات دي، اخلي حاجه يعني الحاجه تبقى شيك، وفي نفس الوقت ممكن تناسب اللي عايزين يحتشموا او اللي عايزين يتحجبوا بطريقه عصريه يعني.